بسم الله والسلام عليكم، مرحبا بكم. شي هو الداري معاه اليوم ان شاء الله غنحضر معكم حليوه رائعه جدا بدون طابع، بواحد الحاجه اللي متواجده عندنا في كل بيت. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، اكيد غتجربوها وغادي تعجبكم وغتردوا عليا الاخبار. اقتصاديه ولذيذه وكتجي بنينه وكتخرج لنا واحد الكميه اللي ما شاء الله. بالنسبه للمقادير، بسم الله على بركه الله، عندي 125 غرام ديال الزبده اللي في الحراره ديال المطبخ، يعني المارغرين الخاصه بالحلويات. يمكن لكم تستعملوا ديال الباطا او ديال العبار، المهم تكون الزبده اللي كتكون بنينه باش كتعطينا واحد اللذه. عندنا جوج المعالق كبار ديال النشا او مايزينا، السر ديالهم هو كيخليو لنا الحلوه ديالنا كتجي هشيشه وفي نفس الوقت كتذوب في الفم. عندي هنا معلقه كبيره ديال قشور ليمون، او يمكن لكم تستعملوا قشور الحامض او تبدلوهم بالفانيلا، رشيشه ديال الملح لانها كتقاد لينا الذوق. عندي كاس ديال جوز الهند اللي هو الكوك، من الاحسن تكون ديك النوعيه اللي كتكون ميدمه. وعندي كاس ديال زيت نباتيه وكاس ديال السكر الخشن، يعني الكاس بالعبار ديال كاس العنبه تعبروا به السكر والزيت وجوز الهند. عندي جوج ديال البيضات اللي يكونوا في الحراره ديال المطبخ، من الاحسن يكونوا عندنا في الحراره ديال المطبخ يعني ما يكونوش في الثلاجه. وعندي الدقيق، وبالنسبه للدقيق غادي نعبر معكم بالكاس ديال العنبه وغادي نشوفوا شحال ديال الكميه ديال الدقيق غادي تحتاج بالكاس ديال العنبه، يعني عبرت معكم بهذا الكاس اللي معروف جدا. هنا بسم الله على بركه الله ناخذ واحد الاناء او قصريه اللي كتفضلوا، غندير فيها ديك 125 غرام ديال الزبده وتكون في الحراره ديال المطبخ من الاحسن باش كتساعدنا في الخدمه. هنا غادي ندير معها داك الكاس ديال السكر، يعني السكر الخشن او السكر الحبيبات بالعبار ديال كاس العنبه، وغادي ندير معهم رشيشه ديال الملحه صافي. وغادي نخدمهم مزيان، نحاول انني نخدمهم. داكشي علاش الا كانت يعني الزبده في الحراره المطبخ من الاحسن نخرجوها من قبل، كتساعدنا دغيا دغيا في الخدمه، يعني ما كتطلبش لينا الوقت. صافي هنا خدمتها شويه حتى حسيت انها انسجمت ليا. غندير ديك معلقه كبيره ديال قشور الليمون، يعني حكيتهم راه كيعطي واحد اللون وكيعطي مذاق رائع بالنسبه للحليوه ديالنا. يمكن لكم تعوضوه يعني بالفاني، هذه كتبقى مساله اختياريه، غير الا كان الليمون من الاحسن نحكوا واحد الليمونه ما نوصلوش للقشره اللي كتكون بيضاء باش ما تطلقش لنا مروره في الحلوه ديالنا، وراه تتعطي اللون وتتعطي حتى واحد المذاق تيكون زوين. كندير داك الكاس ديال الزيت، غندير الكاس ديال جوز الهند اللي هو الكوك، يعني دائما ناخذ الكوك اللي كيكون نوعيه جيده كيكون ميدم. ملي كناخذوه كنحاولوا اننا كنقيسوه بيدينا كنشوف ان طلق واحد الكميه ديال الزيت، راه كيكون هذاك النوع اللي كيكون ميدم كيكون زوين، يعني كيجي حتى المذاق ديالو لذيذ في جميع الحلويات، في نفس الوقت حتى هو كيكون يعني باقي جديد او باقي طري، يعني كيكون جوز الهند اللي كيكون سبيسيال، يعني اللي كتكون ماركه اللي عندها جوده زوينه. صافي هنا كنخدموهم مزيان، يعني ضروري نخدمو حتى كنحصلو على واحد الكريمه. بعد غادي ندير دوك جوج البيضات، يعني جوج بيضات كاملين، يعني غتشوفوا بان هاد الحلوه ما فيهاش نهائيا خميره. من الاحسن خصوصا من الاخوات اللي كتخسر لهم الحلوه او الاخوات اللي يديهم ثقيله في الخدمه، احسن ما تكونش فيها خميره وراه كتجي هشيشه بزاف، لان هاد جوج المعالق ديال النشا راه كيعوضوا لنا الخميره، راه كيخليوها كتجي هشيشه وكتجي زوينه، خصوصا ان احنا غنطبعوها بواحد الطابع اللي موجود في اي بيت، ما يمكنش اي بيت ما يكونش كيوجد فيه هذا الطابع اللي غنطبعوا به، اللي هو العلاقه ديال القرعه والقنينه اللي معروف، يعني كيجي الشكل ديال بحال شكل ورده وكيجي زوين وسهل، كنوجدوه في واحد الوقت اللي كيكون قياسي وراه كتجي لذيذه وكتجي هشيشه. هنا كندير دوك جوج المعالق، اكيد راه كتحتاج لينا الدقيق، يعني غنعبر معكم بالكاس. هنا كنخدموهم مزيان بحاجتنا اننا نحصلوا على داك الخليط اللي كيكون شكل بوماد هكا او شكل كريمه، باش كتذوب لينا الزبده وكتحتاج لينا الدقيق، يعني واحد الكميه باش كتخرج لينا العجين اللي كتكون واحد الكميه ما شاء الله. يعني هنا درت الكاس الثاني الكاس الثالث، دابا تقريبا 3 كؤوس اللي ضفت وغادي نزيد مازال ديال الدقيق، 3 كؤوس بالعبار ديال كاس العنبه، يعني تقريبا كاس العنبه كيوزن 100 غرام. كاس الشاي المعروف المغربي يمكن لكم تعوضوه بالكاس ديال الياغورت صافي. وما تندلكش البنات، يعني ما تندلكوهاش، غير كنحاول بشويه كندخل داك الدقيق في الخليط ديالنا، ما تندلكوهاش نهائيا. غادي نزيد الدقيق لان كيف ما قلت لكم كل ما خدمنا الزبده خدمناها مزيان كتحتاج لينا الدقيق. ها
هكا باش كتخرج لنا واحد العجين اللي كتكون ما شاء الله يعني كتخرج لنا واحد الكميات اللي كيكونوا مزيانين. يعني هذا هو الكأس الرابع، تقريبا الكأس الرابع ناقصه فيه تقريبا 2 المعالق، واكيد الدقيق كيبقى على حسب النوعيه ديالكم، كاين الدقيق اللي كيشرب السوائل وكاين الدقيق اللي ما كيشربش، لهذا كنبقاو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه، كناكد جميع الحلويات كنبقاو نضيفوا الدقيق بشويه بشويه حتى كنحصلوا على واحد القوام ديال العجين اللي كيكون هو هذاك. كي العجينه راه كتكون مرخوفه ما كتكونش قاصحه بزاف باش كتجينا هشيشه، وفي نفس الوقت كنقيسوا دائما العجين ديالنا باليد اللي كتكون ما فيهاش العجين باش كنشوفوا انها ما كتلصقش، وفي نفس الوقت كيكون هذاك هو القوام ديالها. صافي كنجمعها كنقيسها هنا بهذه اليد الاخرى، يعني اللي غنشوفها صافي هذاك هو القوام ديالها. يعني احتاجت لينا 4 ديال الكيسان بالعبار ديال العنبه، تقريبا 400 غرام كل كاس كيوزن 100 غرام قل 2 المعالق، وراه اكيد كاين اللي غتوزن لي 400 غرام عوض دوك 2 المعالق كاين اللي غتوزن 400 غرام، لان الدقيق كيف ما قلت لكم كيختلف. صافي كيكون هذا هو القوام ديالها اخواتي، يعني ما كتكونش قاصحه نهائيا باش تنجح معكم الحلوه وكتجي كتذوب في الفم، ما تنقصعوهاش وما تنديروش ليها الدقيق بزاف، يعني كنشوفوها ما كتلصقش لي فينا في يدينا فقط كنكتفيو. كناخذ واحد القطعه من الاحسن ان نصغروها شويه باش كتجينا مميه، ما كتجيش ديك الحلوه اللي كتكون كبيره بزاف. انا غنعطيكم الشكل الاول، يعني اللي حبيتو نتوما تستعملوا بحال هكا، او يمكن لكم ديروا كيف ما غندير انا، يعني الشكل اللي كيجي زوين كيبقى لكم الاختيار. الشكل اللي كيجي زوين كيجي بحال شكل الورده، كنبقى مستمره بحال هذا الشكل هكا، يعني راه باينه اكيد هذا الطابع موجود في اي بيت، ما يمكنش اي بيت ما يكونش موجود فيه هذه العلاقه. وتندير هكا اصبعي الوسط، في نفس الوقت ملي تنديروا صبعنا الوسط كنحاولوا غير بشويه، في نفس الوقت كيزيد يبين لينا الشكل اللي درنا، وفي نفس الوقت كنزيدو كنزينو الوسط باش كتبان لينا ديك الحليوه ديالنا كيف ما شفتوا في الصوره، باش كتزيد تعطي منظر كتكون زوينه. انا حاولت انني ما نسرعش لكم الفيديو هكا باش يستافدوا الاخوات مزيان، يعني يستافدوا، راه سهله سهله، غير كندوروا يدينا مزيان معها او كندوروا الحليوه ديالنا باش كتاخذ لينا داك الشكل بحال المروحه او الفرفاره. وراه واخا نخدموها بشويه ما تنخافوش، لان ما فيهاش نهائيا الخميره باش غادي تخسر لينا، غير الا تمكنتوا فيها راه كتخدموها بواحد دغيا دغيا كتخدم، ما كتاخذش نهائيا الوقت، يعني بلا دقيق ما كنديروش فيها نهائيا دقيق، لان كنحاولوا ان ملي كنديروا العلاقه ما تنهبطوش لتحت غير من الفوق فقط، كيف ما كنرشموا بجميع يعني الطوابع ديال الحلوه ما تنديروش لتحت غير من الفوق، وكدير لنا داك الشكل ديال هكا باش كنتجنبوا الا ما نديروا لا دقيق لا حتى حاجه، غير هكا اخواتي راه سهله اقتصاديه، وكتخرج ما شاء الله واحد الكميه اللي نقدو نصاوب غير 2 شكيلات معاه ما شاء الله، وخا يجيو عندنا العائله كثار غادي تنفعنا، كتجي زوينه وكيجي الشكل ديالها زوين، خصوصا الاخوات اللي كيكونوا متوفرش ليهم يعني دوك الطويبعات ديال الحلوه، يمكن لينا يعني نسلكوا راسنا بهذه الحليوه. صافي اخواتي كنبقى مستمره بحال هذا الشكل، حاولت كيف ما قلت لكم ما نسرحش الفيديو باش تكون فكره واضحه، وراه اكيد ما فيهاش الخميره ديال الحلويات غتبقى محافظه على هذا الشكل ديالها، يعني على شكل الورده اللي كيجي انيق وكيجي زوين واكيد بسيط. يعني من الاحسن عطيتكم 2 الشكيلات، كنفضل من الاحسن انكم تستعملوا هذا الشكل اللي استعملت ديال الورده، كيكون زوين وبلا طابع اكيد. كنأكد اخواتي انني ملي كنحاول اني نشكلها كويرات كنبسطها شويه، يعني بسطوها ضروري باش ما تجيكمش مدقصه وتجي معجنه، ضروري نبسطوها اكيد، كنبسطوها ملي كنشكلوها كويرات، وكنعاود ثاني كنبسطوها ملي كنديروا ليها الدائره ديال المرشم بالعلاقه، راه كنبسطوها شويه ملي كنديروا صبعنا الوسط. صافي هذه هي ساليه اللاطه الاولى، يعني 2 ديال اللاطات هنا الفران عندي مسخن على 180 درجة، غادي نخليها حتى تحمر ليا من تحت تماما ونطلعها، غير الذهب غير شي شوية فقط من الفوق، يعني أحسن تبقى محافظة على هاد اللون راه كتجي طايبة. السر ديال الحلويات باش كيحافظوا على هاد اللون اللي كيكون زوين وكيطيبوا هو العافية كتكون مهيلة، يعني كنديروا لهم طياب ديال الكيك، كنحاولوا أننا ملي نطلعوها تحمر من الفوق نقابلوها. هنا دوبت واحد شوية الشوكولاتة، وبالنسبة للزين كيبقى لكم اختياري كيف ما عودتكم دائما، يعني زينوه بمربى من الفوق ماشي ضروري أن الشوكولا، غير الشوكولا كيزيد يعطي داك اللون، وما كتحتاجش نهائيا اخواتي الشوكولات بزاف، تقريبا 5 ديال القطع من الشوكولات المعروف داك اللي كيكون ارخص شوكولات كاع 5 القطع
غادي نذوبوهم في حمام اللي يكون مائي من الاحسن باش ما كيلصقوش لينا وكيحرقوا لينا، وندوبوهم وتنزيلو بهم. راه تاخدينا غير واحد شويه ديال الشوكولاته فقط، يعني ما تاخدش بزاف. غير انا من بعد ما بغيت نطلعها تحمر من الفوق، حاولت ان قبل ما تشد راسها في الطياب حاولت نخرج اللاطه ونعاود ندير بصبعي من الوسط باش كتبقى محافظه على داك الشكل غير بشويه. صافي تنزينو مزيان بسيط بالشوكولاته اللي ذوبنا، تندير واحد الكميه اللي كتكون قليله من الوسط، يعني كيف ما قلت لكم راه 5 ديال القطع كافين قادين لنا الغرض باش يزينوها لينا. واكيد كيف ما عودتكم التزيين كيبقى لكم اختياري، استعملوا مربى ديال المشمش او ديال الكونفيتير ماشي مشكل. هنا غادي ندير لها شويه ديال الحبيبات يعني المعروفين، دي مساله تزيين او لمسه اخيره كتبقى اختياريه اكيد، غير باش كتجي ديك الحليوه ديالنا كتجي راقيه في نفس الوقت. واخا السر انها بسيطه بزاف، يعني كتبقى محافظه لينا تماما على داك الشكل اللي درنا ديال الورده، وتنحافظوا عليها في واحد سوبيره او طاسه اللي كتكون يعني محكمه الاعلاق. كندير واحد الكميه اللي كتكون لتحت، من بعد كندير ورق الزبده من الاحسن، احسن ان كنفضل ورق الزبده انه ما كيديرش لنا العرق او ما كيتحملش لنا ديك الرطوبه. ممكن لكم تستعملوا يعني بلاستيك الغذائي، ولكن كنفضل من الاحسن انكم تستعملوا ورق الزبده. صافي وتندير واحد الطوبه ديال السكر اللي كتكون صغيره في جميع الحلويات، السر ديالها هو تحافظ لنا على ديك القرمشه ديال الحلويات واخا تبقى لمده عام او سنه اخواتي، يعني هذا السر من الاسرار كنعطي لكم وجربوه غادي تسكروني به ان شاء الله. هي الا عندكم الفاكهه يعني مسفرانين الفاكهه واحد الكميه اللي كتكون ما شاء الله، كنديروا واحد القبيصه ديال السكر، وحتى في الحلويات كتبقى محافظه لنا كتشرب ديك الرطوبه. هذا هو الشكل ديالها بعد ما زينتها، كتجي هشيشه لذيذه بزاف. نتمنى اكيد انها تعجبكم، اكيد ما تنسونيش باللايك ديالكم وبتعليقكم وبالبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. خليتكم على خير وخليت لكم الراحه، والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه وتحياتي لكم وشكرا على